بعد أن تعرفنا على المشهد والكائنات والمكونات الموجودة في محرك يونيتي وما أهمية كل منها، يمكننا الآن أن نبدأ في عملية البرمجة. وكان لابد من ذكر هذه المقدمة، وذلك لأن البرمجة في يونيتي كما سوف نرى الآن ترتبط ارتباطا مباشرا بمفهوم المشهد والكائن أو العنصر والمكون والمتغيرات الموجودة في هذه المكونات. لنبدأ إذن في كتابة السكريبت أو البرامج الأول، ولنضعها في مجلد خاص فيها داخل المجلد Assets، وليكن اسمه Scripts مثلا. ومن ثم يمكننا أن نضيف سي شارب سكريبت جديد ونسميه ماي فيرست سكريبت. كما تلاحظ هناك بنية أساسية يستخدمها يونيتي للبرمجة، وهي أن يكون الكلاس أو الملف البرمجي امتدادا للكلاس المسمى مونو بيهيفير، وهو كلاس داخلي في يونيتي ويحتوي بشكل أساسي على دالتين، إحداهما تسمى start والأخرى تسمى update. سنأتي على معاني هذه الكلمات حالا. نفتح الملف البرمجي الذي قمنا بإنشائه. وبشكل تلقائي لدينا محرر النصوص مونو ديفلوب، ويمكنك أيضا استخدام فيجوال ستوديو، لن يختلف الموضوع كثيرا. إذا العنصر الأهم في عملية البرمجة داخل محرك يونيتي هي الدالة start والدالة update، ومعظم البرمجة ستكون داخل هاتين الدالتين. إن كنت غير ذا خبرة بالبرمجة، فكلمة دالة باختصار تعني مجموعة من الأوامر البرمجية المرتبة في داخل إطار أو في داخل مساحة معينة، وهي بين هذين القوسين، قوس البداية وقوس النهاية، وتحمل اسما واحدا. وبمجرد استدعاء هذا الاسم فإن جميع هذه الأوامر سيتم تنفيذها على الترتيب. بالنسبة لحالة محرك يونيتي والبرمجة داخل محرك يونيتي، فإن الدالة start يتم استدعائها مرة واحدة عند بداية التشغيل، سواء بداية تشغيل اللعبة إذا كان العنصر الذي يحمل هذا الملف البرمجي أو هذا السكريبت موجودا أصلا في المشهد، أو بمجرد أضافة العنصر إلى المشهد إذا لم يكن العنصر موجودا من قبل. إذا الدالة start تنفذ مرة واحدة عند البداية. بالنسبة لي الدالة الثانية update فيتم تنفيذها مرة عند تصغير كل إطار. من المعلومات المهم ذكرها هو أن تشغيل اللعبة بغض النظر عن المحرك هو عبارة في الواقع عن حلقة تكرارية من الأوامر التي تتكرر بشكل مستمر، وتبدأ هذه الأوامر بقراءة المدخلات ومن ثم تشغيل مجموعة من الخطوات مثل التحريك، الذكاء الصناعي، اكتشاف تصادمات إلى آخره، وتنتهي برسم النتيجة النهائية على شكل صوت وصورة على الشاشة. سنأتي إلى الحديث عن هذه الحلقة والتي تسمى حلقة اللعبة بتفصيل أكبر بعد قليل، ولكن المهم ذكره الآن هو أن الدالة update يتم استدعاؤها مرة واحدة من كل ملف برمجي عند في كل مرة يتم فيها أو تعمل فيها حلقة اللعبة، أو في كل تنفيذ لحلقة من حلقات اللعبة التكرارية. لنقم الآن بكتابة أمر بسيط في داخل الدالة start، وليكن مثلا أنني عندما أضيف هذا البرامج إلى عنصر من عناصر المشهد، فإن هذا العنصر سيغير مكانه تلقائيا ويذهب إلى نقطة الأصل. بالعودة إلى المحرك، لو اخترت مثلا أحد هذه العناصر لكي أنقل هذا العنصر
إلى نقطة الأصل، فإن ما علي فعله هو أن أقوم بتغيير البوزيشن دوت إكس أو العنصر إكس في البوزيشن إلى صفر، وكذلك العنصر واي في البوزيشن إلى صفر، وبالتالي تلاحظ أنه أصبح موجودا في نقطة الأصل أو في منتصف المشهد. هذا الأمر بالتحديد هو ما سأقوم الآن بتنفيذه من داخل الملف البرمجي. طبعا في البداية يجب أن أختار المكون الصحيح الذي سأتعامل معه، وهو في هذه الحالة المكون Transform، ومن ثم سأختار العضو الذي سأتعامل معه من داخل الأعضاء أو من داخل المتغيرات الموجودة في المكون Transform، وهو في هذه الحالة الموقع وهو Position، ومن ثم سأختار القيمة التي سأضعها وستكون عبارة عن الموقع X تساوي صفر وY تساوي صفر وبالطبع Z تساوي صفر وهو الموقع الافتراضي. إذن لتنفيذ هذا الأمر يمكننا الوصول إلى المكون وهو Transform، ومن ثم دوت لندخل إلى القائمة أو الأشياء التي سواء الدوائر التي يمكن استدعائها أو المتغيرات التي يمكننا تغيير قيمتها داخل هذا المكون. بطبيعة الحال سأختار Position وهو ما تحدثنا عنه بعد قليل. طبعا هناك لدينا الموقع في فضاء المشهد وهو Position، وهناك الموقع بالنسبة للأب وهو Local Position، وسوف نتحدث عن الفرق بينهما عندما نتحدث عن العلاقات بين أو علاقة الآباء والأبناء الموجودة بين الكائنات. طبعا كون هذا الكائن موجود في جذر المشهد وليس له أب معين، بالتالي لن يكون هناك فرق بين Position و Local Position، لذلك سنبقى على Position تساوي Vector 3.0. إذا بهذه الطريقة أنا أخبر المحرك أنه عند بداية التشغيل فإن قيمة البوزيشن في المكون ترانسفورم للكائن الذي يحمل هذا الملف البرمجي يجب أن تصبح صفر أو فيكتور 3.0، أي طبعا فيكتور 3.0 هو متغير من نوع فيكتور 3 وهو عبارة عن متغير يحمل الثلاث قيم X و Y و Z ويعبر عن موقع في الفضاء، والقيمة الثابتة 0 تعني نقطة الأصل X تساوي 0 Y تساوي 0 و Z تساوي 0. بالعودة إلى المحرك، لدي هنا ثلاث كائنات، والسؤال الآن وكيف يتم تشغيل الملف البرمجي؟ بمجرد إضافة الملف إلى المشروع أو إلى القائمة Assets دون وجوده في المشهد فإنه لن يعمل ولن يحمل أي تأثير. إضافة إلى ذلك فإن الملف البرمجي لا يمكن إضافته مباشرة إلى المشهد كما ترى، وذلك لأنه عبارة عن مكون مثل باقي المكونات، مثلا مثل المكون Sprite Renderer، مثل المكون Transform، أو مثل المكون كاميرا بالنسبة للكاميرا. فبالتالي لتشغيل الملف البرمجي علي أن أضيفه كمكون إلى العناصر أو إلى الكائنات التي أريد أن تحمل هذا السلوك الذي قمت ببرمجته أو تحمل هذا المنطق الذي قمت ببرمجته في داخل الملف البرمجي. لدينا هنا ثلاث كائنات، لو اخترت الكائن الأول وببساطة سحبت الملف وأضفته إلى هنا ستلاحظ أنه أضيف مكون جديد وهو My First Script وهو الملف الأصلي الذي قمت بكتابته، بينما العنصران الآخران أو الكائنان الآخران لا يحملان هذا الملف. لذلك عند بداية التشغيل فإن الكائن الوحيد الذي سيتحرك إلى نقطة الأصل هو الكائن الذي يحمل هذا الملف البرمجي، وذلك لأن تأثير الملف المباشر يكون على العنصر الذي يحمله وليس على العناصر الأخرى. طبعا يمكن أن يؤثر على العناصر الأخرى في حال تمكن من الوصول إليها كما سنرى لاحقا، ولكن بشكل أساسي كل ملف برمجي يتعامل مع العنصر أو يتعامل مع الكائن الذي يحمل هذا الملف البرمجي. إذن لو قمت الآن بالتشغيل ستلاحظ أن
العنصر الذي أضفنا إليه المكون أو الملف البرمجي قد تحرك وأصبح في منتصف المشهد. لو عدت إلى هنا ستجدنا في منتصف المشهد، وطبعا عندما أوقف تشغيل اللعبة فإنه سيعود إلى مكانه الأصلي، لأنه في هذه الحالة يتوقف تنفيذ المنطقة البرمجية. طبعا بما أنني كتبت المنطق داخل الدالة start فإنه ينفذ مرة واحدة، بالتالي لو قمت بالتشغيل مرة أخرى وثم قمت يدويا بتحريك العنصر إلى مكان آخر أثناء التشغيل، فإنه سيبقى في المكان الجديد الذي قمت أو في الموقع الجديد الذي قمت بالتحريك إليه. الأمر يختلف بالنسبة للدالة update، فلو قمت بنقل هذا الأمر من start إلى update سنلاحظ الآن الفرق بين الدالتين. عند التشغيل سيتوجه أيضا العنصر إلى منتصف المشهد، ولكن الذي يحصل الآن هو أنه الآن أثناء تشغيل اللعبة في كل إطار يتم إرجاع العنصر إلى نقطة الأصل، بالتالي لو قمت أنا بتحريكه يدويا طبعا لا يمكنني تحريكه، لأنه في كل مرة أحركه يقوم البرايمج أو يقوم السكريبت بإرجاعه إلى منتصف المشهد، ولكن لو أوقفت التشغيل مؤقتا ومن ثم قمت بتحريكه ومعاولة التشغيل فإنه سيعود تلقائيا إلى منتصف المشهد. إذن هذا هو الفرق الرئيسي بين الدالة start والدالة update، إحداهما تستدعى مرة واحدة عند بداية التشغيل وهي start، والأخرى تستدعى مرة واحدة عند تصير كل إطار بشكل متكرر طالما أن اللعبة لازالت تعمل وطالما أن الكائن ما زال موجودا في المشهد.